ننسى هذه الآية في آخر آية سورة الأعلى. نجي للجولة الرابعة لخالد المحميد. بسم الله. السؤال إليك، 300 ريال عندك أربع خيارات وصناديق اللي يكون فيها خصم لقيمة السؤال 300 ريال طبعا القيم أنتم عارفينها، لكن السؤال مين راح يدعمه بشكل كبير؟ ما هي فصيلة الدم التي يطلق عليها فصيلة الدم الكريمة؟ شكل عندك إجابة. سلام عليكم، حياك. ها كيف حالكم يا شباب؟ أوه زايد. فصيلة الدم الكريمة بي الكريمة اللي تعطي كل الفصائل اللي هي أو موجب. أو موجب هذا اللي تعطي كل الفصائل، تعطي كل الفصائل. بارك لي بارك لي بارك لي بارك لي بارك لي. طيب إذا كان أنت عندك فصيلة كريمة، هل معنى أن الشخص لازم يكون كريم؟ طيب الإجابة صحيحة تستاهل، برافو. صح عليك. الحمد لله. حضير الدم حضير الشيء. طيب سؤال لك عبد الله بن دفنة، السؤال الرابع في الجولة الرابعة إن شاء الله خلال 3 ثانية تجاوب عليه. يقول السؤال: في أي سورة من سور القرآن وردت آيات الاستئذان؟ الحجرات، التوبة، النور. خلني أعرف أقرأ هذا الحين، بطلعونا برايم علشان ما أعرف أقرأ. 20 ثانية. استئذان نقول إن شاء الله بإذن الله واحد الأحد النور. النور إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. محمد يقول محمد دهلي صفق خلاص. صفق شوف الإنارة تصفق الخضراء ولا الحمراء؟ شوف هنا. لا إجابة صح. إجابة صح تستاهل يا عبد الله. ننتقل لصالح الزهيري. إذا غلط سؤال ثاني. طيب السؤال لك يا صالح، 30 ثانية. من هو الذي جمع الناس في التراويح؟ عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، عمر بن العاص رضي الله عنهم. عشرين ثانية، من هو الذي جمع الناس في التراويح؟ عشر ثواني. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. هذه إجابة صالح السهيري، الإجابة الرائع يا صالح، إجابة صحيحة تستاهل، برافو. 300 ريال لرصيدك. وننتقل محمد آل مسعود برضه خلال 30 ثانية. ما شاء الله اليوم البرايم الأغلب صار يجاوب. أبشر أبشر. طيب أخطيت أنا في الأولى، أبشر إن شاء الله. هذا ضيعت 90 ذيك، 90 مارادونا و94 خذها بعد مارادونا. طيب الحين ما شاء الله ما تضيع فيها. ما هي الصلاة التي يركع فيها المصلي أربع مرات ويسجد أربع مرات؟ الكسوف والخسوف، الاستخارة. يركع فيها المصلي أربع مرات ويسجد أربع مرات. يركع فيها المصلي أربع مرات ويسجد فيها أربع مرات. الكسوف الخسوف. الكسوف الخسوف. إيه. لا هذا الرابع، جول الرابع ولا؟ ها شباب من يأكد له؟ أيوة أيوة صح. صحيحة. صح. طيب الإجابة صحيحة. برافو برافو. طيب قعدت قعدت أدور دراسي. سيارات ساعدتك صح؟ ها؟ طيب. سيارات ساعدتك. محمد الدهلي السؤال لك. برضو السؤال الرابع إن شاء الله تجاوب عليه خلال 30 ثانية. يقول السؤال آفا إيه الحلاوة دي؟ زير ما السؤال أقوله؟ زير الأسد. وشو؟ زير الأسد. الله الله. شو إجابة صحيحة تسأل؟ تسأل زير الأسد. أبو يارا أنا غابني أسئلة القرآن تمر على يميني ويساري. طيب سادس بي السؤال لك برضه خلال 30 ثانية وإن شاء الله تجاوب عليه ويمر عليك قبل، وإذا ما عندك طبعا. يقول السؤال: ما معنى السندس؟ الديباج الرقيق، الزرع الأخضر بالجنة، السور المحاط بالجنة. لا توكلت. ما معنى الديباج الرقيق؟ الديباج الرقيق. ها شباب صح. لا ابي المتاكد متاكد صح صحيح صحيح عشان يطلع براي بداله ان شاء الله. صحيح. بس هو ترى متكئين. طيب لا ركز في النور. توقع حيطلع اخضر ولا ازرق ولا احمر؟ ان شاء الله اخضر. صحيح.
تستاهل. برافو برافو سعد اسماعيل، اجابه صحيحه تستاهل. الجوله الاخيره وال